السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في بودكاست جديد في الاي اي. البودكاست ديالنا مقدم لكم طرف جمعيه رياضيه المغرب ماتيماوك. معكم عبد الحكيم بالاشاب، طالب دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، وانا غادي نكون انا هو المضيف ديالكم في هذا الرحله. كيف ما اكتشفنا في الحلقه الاولى من البودكاست ديالنا غادي يهضر على الذكاء الاصطناعي، كل ما يدور في هذا المجال، مستجدات اخر الاخبار اللي خرجوا، سواء من ناحيه البحث العلمي او الشغل الساينتيفيك، ولا حتى من لي برودوي اللي كيخرجوا، لي موديل اللي زينوفاسيون اللي كيبانوا في كل نهار. كيف ما كنعرفوا هذا العالم كيتطور بواحد السرعه كبيره، والهدف من البودكاست ديالنا كيف ما عرفنا بالتفصيل خلال الحلقه الاولى هو اننا نواكبوا هذا العالم المستجدات اللي كيوقعوا فيه، وناخذوا الاستفاده اللي ترجع لنا بالنفع في الحياه اليوميه ديالنا. إذن في هذه الحلقة ما غاديش نضيعوا الوقت، غادي نبداو ديريكتومون مع النيوز اللي عندنا. عندنا بروغرام شارجي اليوم كيف العادة، بسم الله على بركة الله. دونك غادي نبداو الحلقة ديالنا اكزاكتومون فين خلينا الحلقة اللي فاتت. دونك الحلقة اللي فاتت هضرنا على بزاف لي موديل، وعلى فان هضرنا على الهاردوير ولا اي اي هاردوير، دونك دوك البروسيسين يونيتس، لي بروسيسور اللي كيتورنيو عليهم لي موديل ديال الاي اي اللي عندنا دابا. دونك هضرنا على انفيديا بزاف. انفيديا هي شركة فرنا اللي كدير مانيفاكتشرين ولا كتصنع لينا دوك لي جي بي يو، دوك البروسيسين يونيتس، وعندها 80% ديال المارشي ديال لي جي بي يو. دونك كيما قلنا البروسيسين يونيتس كاينه بزاف د الانواع، كاينه السي بي يو اللي هو كاين في البي سي نورمال العادي، كاين وحده من لي زونتربريز اللي كيصنعوا لي سي بي يو هي انتل مثلا، اللي عندها لي سي بي يو اي 5 اي 7 ايتترا اللي كنشوفوهم في البي سي نورمال. وكاينه لي جي بي يو ديموغرافيك البروسيسين يونيتس اللي بلوس ادابتي للانتيجنس ارتيفيسيال، حيتاش كيديروا دي ملتيبليكاسيون ماتريسيال دي مانيير افيكاس. ونفيديا هي اللي عندها 80% ديال المارشي ديال الصناعة ديال هاد الجي بيوز. دونك الفيديو النيوز اللي عندنا هاد السيمانة هي أن دارت واحد كونفيرونس كتسمى جي تي سي على الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك هاد الكونفيرونس كنضموها انفيديا كل عام، علاش؟ باش يوريو للعالم شنو هما لو بلان ديالهم بالنسبة للانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك شنو لي زينوفاسيون الآخرين ديالهم، شنو لي مارشي جداد اللي ناويين يدخلوا ليهم، ولا مثلا لي برودوي جداد اللي جابو، بحال اللي كدير مثلا أبل اللي كيديروا داك الكينوت سبيكر ديالهم ديال كيجي سي او كيوري لنا شنو هو البرودوي الجديد، كيانونسي مثلا الايفون اللي غيخرج جديد، ولا نوت ديفايس بحال فيجن برو ايتترا. دونك انفيديا داروا لا ميم شوز، و دوكو بريزونطاو بزاف لي زينوفاسيون. نهضروا على كيلكوزين منهم اللي مهمين. اول حاجه هي انونسا واحد لا نوفيل سيري ديال لي جي بي يو كتسمى بلاك ويل جي بي يوز. دونك هاد لا سيري بيان سور بحال نقولوا اون نوفيل جينيراسيون ديال هذوك الديفايس ديال، بحال غندوزو من الايفون 11 الايفون 12 مثلا. دونك فوالا اون سيري جديده ديال الجي بي يو سميتها بلاك ويل. شنو الفرق مع لي جي بي يو اللي دازو؟ دونك هنا فين لينوفاسيون ديالهم اي تري تري انتريسون. دونك باش نفهموا الفرق ولا شنو لينوفاسيون الجديده اللي وصلوا ليها اترافيغ هاد لي جي بي يو بلاك ويل، خصنا نشرحوا شنو هما الفلوبس. فلوبس هما واحد يونيتي دو ميزور، باش كنعبروا واحد دو جي بي يو نقدروا نقارنوهم عند واحد يونيتي دو ميزور اللي هي الفلوبس. شنو هي الفلوبس؟ هي floating point operations per second. دونك شنو كاين هذا الشيء؟ floating point هو نومبر ريال، يعني واحد العدد حقيقي، واحد لي شيفر ولا واحد نومبر. operations يعني شحال من دي زوبيراسيون كنديروهم على دي شيفر ولا على دي نومبر. دونك per second يعني في ثانيه. دونك شحال من multiplication addition etc شحال من operation كنديرو على لي نومبر ريال par second. وهذا الشيء يعني كيرمز لا فورس دو كالكول، يعني شحال هذيك الجي بي يو شحال قادر يدير ديال الكالكول، دونك يعني الميتيبليكاسيون لي زاديسيون ايتترا ما بين الارقام اللي يقدر يديرهم في ثانيه واحده. دونك كيف ما هضرنا في الحلقه الاولى، تشات جي بي تي مثلا اللي هو موديل لانتيليجنس ارتيفيسيال، باش كنلقاوه كنبقاو نقلبوا على لي بارامتر ديال اون فونكسيون، باش نقلبوا على لي بارامتر ديال ديك الفونكسيون كندير واحد لي ميتيبليكاسيون، واحد لي زاديسيون، واحد لي زوبيراسيون ماتيماتيك ولا لوجيك اللي كيخليونا نقلبوا على دوك الاحسن لي بارامتر. دونك داكشي علاش كنحتاجوا لي جي بي يو باش نونترينيو هاد لي موديل. اون فوا لي موديل اونترينو كيخصنا نهضروا معاهم، مثلا تشات جي بي تي كتصيفط لو ميساج كيجاوبك، ديك كيجاوبك هي كنابليو ديك لا فونكسيون على الانبوت اللي عطيناها اللي هو الهضره ديالنا،
ودونك لا فونكسيون كتحسب لينا شنو هي ليماج وشنو ديك الجواب اللي كيعطينا تشات جي بي تي. دونك هذا الحساب هو اون فيت واحد بزاف دي ملتيبليكاسيون دي زاديسيون دي اوبيراسيون ما بين ارقام, وبالتالي كنحتاجوا هاد الجي بي يوز يكونوا قادرين يديروا واحد العدد كبير ديال هاد لي اوبيراسيون فواحد المده ديال الوقت قصيره. دونك تيبيكمون هادشي علاش كنحتاجوا لا فورس كالكول بزاف. ودوك لي موديل دابا ولا عندهم دي مليار دو بارامتر, دونك كيديروا بزاف لي اوبيراسيون, وكنحتاجوا اذا دي جي بي يو اللي هما قويين. وقويين كنعنيو ان عندهم دوك الفلوبس واحد العدد كبير ديال الفلوبس, ستادير كيقدروا يديروا واحد العدد كبير ديال اوبيراسيون بار سكوند. دونك دابا في لي جي بي يو اللي عندنا اللي كنعرفوهم كاين الفي 100 مثلا, الاسون, هادو دي جي بي يو ديال انفيديا دو رسميات ديال ديفيرون جينيراسيون ديال جي بي يوز. مثلا الفي 100 راه كيديروا تقريبا 130 تيرا فلوبس, دونك تيرا ملي كنهضروا تيرا هي شي حاجه دو لورد ديال تريليون, دونك 10 و 12 بالا 12 زيرو ديال لي اوبيراسيون بار سكوند. كاين السيري اسون اللي خرجت تقريبا في 2020 اللي كتقدر دير 620 تيرا فلوبس, واخر سيري اللي كاينه دابا اللي تخدمات اللي كتخدم دابا في بزاف ديال لي موديل لونغاج اللي كيخرجوا كتقدر دير 4000 تيرا فلوبس. دونك 4000 ضروبه في 10 او 12 يعني 4000 تريليون اوبيراسيون بار سكوند اللي كيقدر يدير هذا الجي بي يو اللي هي سيري اش. ودابا انونساو بلاك ويل اللي هو النوفو جي بي يو النوفيل جينيراسيون ديال انفيديا, واللي غيدير 20000 تيرا فلوبس. دونك دزنا من 4000 ل 20000 ظرف عامين تقريبا, باسكو لا سيري اش خرجت في 2022 دابا حنا في 2024. دونك فوالا دار واحد القفزه نوعيه في هاد الكاليتي ديال الجي بي يو ولا لا فورس دو كالكول ديال الجي بي يو ديالهم, شي حاجه اللي تري تري بروميتور غير بور باش يكون عندنا لو كونتراست مع شنو هو التيبيكال فورس دو كالكول اللي كاينه في بي سي نورمال. مثلا لي سي بي يو ديال انتل اي 7 مثلا, اي 7 اللي كاين في اغلب بي سيات دابا كيدير تقريبا ما بين 100 حتى 200 جيجا فلوبس, دونك جيجا دو 10 او 6 سعود. اوكي دونك شحال قلنا بلاك ويل, قلنا 20000 تيرا فلوبس, دونك ولا لورد دو غوندور ديجا ديال واحد 5 ولا 6 ديال الذروات زايدين. طبعا هذاك سي بي يو هذا جي بي دونك ما كيتقارنوش بزاف, وهذه سي لا نوفيل جينيراسيون ديال جينيراسيون اللي تكون غاليه بزاف. و بيان سور كنعرفوا بلي لو كو ديال هاد لو نومبر دو اوبيراسيون كان رو بار سكوند راه ماشي فابور, يعني ماشي غير لا تكنولوجي كتزاد بلا ما نخسر حتى شي حاجه, نو المقابل هو لينيرجي. اون فيت هاد الجي بي يو غيكون كيخسر بزاف ديال لينيرجي, بزاف ديال الكيلووات اور مثلا ديال لا بويسونس, باش يعني تيبيكمون كيكونسومي الضوء بزاف باش يقدر يدير هاد لو نومبر هاد العدد الكبير ديال لي اوبيراسيون في ثانيه واحده. دونك هذا هو الداون سايد ديال هاد لي جي بي يو ايتترا, انهم كيكونسوميو بزاف ديال لينيرجي. وهادشي علاش كنقولوا بلي مثلا تشات جي بي تي كتسمع بانه مقيوم على اوبن اي اي بمليار دولار. ديال شاد مليار دولار, مليار دولار ديجا ديال الانفراستركتور هي هاد لي جي بي يو ايتترا باش تراوها, ولكن اهم حاجه لو كو دينيرجي باش هاد لي جي بي يو كيخدموا. وباش ناخذوا فكره, الولايات المتحده الامريكيه دونك في امريكان الافريج يعني دار فيها ناس عاديين شحال كيكونسوميو مثلا في 24 ساعه كيكونسوميو 29 كيلو وات اور. دونك هذا واحد الافريج دار فيها يمكن 4 5 ديال الناس عايشين عندهم الثلاجه الضوا واتسيتيرا ديفيرونت الكتروميناجي اللي كيخدموا في الدار كيكونسوميو 29 كيلو وات اور. ارانا تشات جي بي تي كل نهار شحال كيخدم, يعني دوك الناس اللي كيهضروا كي برومبتيو تشات جي بي تي كيديروا لانفيرونس على الموديل جي بي تي كي داير, تشات جي بي تي شحال كيكونسومي في النهار؟ كل نهار تشات جي بي تي كيكونسومي 500000 كيلو وات اور. دونك قلنا 29 كيلو وات اور غادي دار خدام 24 ساعه, تشات جي بي تي في النهار كيكونسومي 500000 كيلو وات اور. دونك ايماجين راه سكيل عندنا تقريبا ديال 10000 زايده شويه. دونك نشدوا هاد لو نومبر شحال هادوك الناس يكونوا كيخلص داك لو فوايي نورمال في امريكا شحال يكون كيجي ديال الضو في الشهر, ونشدوا داكشي ونضربوا في 10000 اللي هو تقريبا لو غوندور اللي كاين ما بيناتهم. دونك فوالا باش تاخذوا فكره على شحال ديال الانرجي كنحتاجوا باش نتورنيو لي موديل اي ار اللي كاينين دابا. وفوالا دونك الفيديو انونس اون نوفو جي بي يو اللي غادي يكون كي كونسومي انكور دافونتاج, اون فافوار فين غادي تمشي هاد الطريق. دونك ما كانتش هذه هي لانونس الوحيده في الكينوت سبيتش ديال السي او ديال انفيديا في ديك لا كونفرنس اللي قلنا سميتها جي تي سي. دونك انونس ديجا دو جي بي يو, انونس واحد البروجي واحد اخر اللي خدام على انفيديا, واحد البروجي ديال هيومانويد روبوتس.
هيومانويد هما لي روبو اللي عندهم لا فورم ديال الهيومان، يعني عندهم يدين رجلين و يعني تقريبا لو كور ديال الهيومان، ولي روبو اللي منفروض منهم انهم يقدروا يديروا دي طاش اللي الهيومان كيديروا، مثلا يكونوا في الدار كيعاونوا في لي طاش ميناجير، في مثلا في السيرجري ولا في المصانع مثلا يكونوا خدامين اون شين كيديروا التركاب ديال لي بياس اتسيتيرا. دونك فوالا دي روبو اللي كنتسناو منهم يديروا دي طاش اللي الهيومان كيقدر يديرهم، ودوكو عندهم لو كور تقريبا بحال ديال الهيومان، كيتسناو هيومانويد روبوتس. دابا شنو انونساو انفيديا انهم خدامين على واحد فاونديشنال موديل ديال هاد الهيومانويد روبوت. شنو هو فاونديشنال موديل؟ دونك هضرنا على شنو هو موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال اون جينيرال، داك اللي كيتعلم مابين من فونكسيون من واحد ليسباس لواحد ليسباس واحد اخر. دابا الفاونديشنال موديل هو واحد الموديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال اونكور فوا نفس البرانسيب، غير هو كيتعلم جميع انواع لي دوني اللي عندهم واحد لو تيب، ماشي مقتصر فقط على واحد لاطاش سبيسيفيك، ولكن كيمختص في واحد الموداليتي مثلا واحد النوع ديال لي دوني، وكيتعلم كاع لي زيشونتيون اللي يقدروا يكونوا جايين من هذيك الموداليتي. طبعا نعطيو اكزومبل باش نفهموا. ملي كنهضروا على ال ال ام هادو كنسميهم فاونديشنال موديل، علاش؟ حيت هما اونطريني على التكست كيف ما كان التكست فين ما كان جاي التكست، لايك مثلا تشات جي بي تي عطاو واحد بزاف ديال التكست جاي من الانترنت كامله pour qui خصو يكمل، سواء كانت كيسيون ريبونس، كانت انك خصك دير دي سامري مثلا دير ملخصات، كان انك خصك تترجم، كان يعني بزاف لي طاش اللي عندهم علاقه باللونغاج. المهم هو كيكون شاف ديفيرون ايشونتيون اللي كاينين ديال لا موداليتي ديال اللونغاج. دونك اللونغاج واحد الموداليتي، وداك فاونديشنال موديل كيحاول يتعلم هذيك الموداليتي اون جينيرال، دونك كيشوف بزاف لي ايشونتيون منها فور ديفيرون طاش اللي يمكن له يحقق. دونك هذا هو الفرق ما بين فاونديشنال موديل وواحد الموديل اللي سبيسياليزي في واحد لا طاش. دونك هما بغاو يديروا فاونديشنال موديل ديال هيومانويد روبوتس، سيتادير كيلك سوا لا طاش اللي غايديرها داك الهيومانويد غنطلبوا منه انه يديرها، مثلا يدير يقلد الانسان يهز مثلا واحد التفاحه يحرك يدو يهز التفاحه، يخدم واحد الالف واحد المصنع، يدير يدوز بالي يدير شويه الشطابه ايتترا. دونك هادو ديفيرون طاش، مي حنا غنلورني موديل واحد اللي غيحاول يتعلم لا ديناميك ديال كاع لي طاش اللي حنا غنطلبوا من الهيومانويد انه يديرهم، ومن بعد هاد الموديل غيولي قادر انه يابليك. Donc voilà, d'abord le projet est très ambitieux les annonceurs, parce que la robotique, mais elle m'a fait des progrès kbar min nahit de l'intelligence artificielle, et c'est l'intelligence artificielle qui se base sur les données, d'aimant data driven qui se met, يعني من لي دوني خصنا نتعلموا واحد لاطاش. الوغ كو الروبوتيك اكطوالمون مازال كتعتمد بلوس على الالكترونيك، يعني كنحاولوا نكوديو داك لو كومبورتمون اللي كنتسناو من الروبو كنكوديوه الكترونيكمون في الديفايس، ولكن مازال ما كايناش يعني واحد الشكل اللي هو فعال لفيت ان الروبو يكون كيتعلم واحد لاطاش فقط من لي دوني. وهذه خطوه نحو هاد الطريق ان نوصلوا يكون عندنا دي روبو كيتعلموا غير من ديمونستراسيون، شي حاجه اللي قويه بزاف، حيت غنقدروا نديروا التصاور ديال لي زيومان مثلا ولا فيديو ديال لي زيومان كيدير واحد لاطاش، وداك لو روبو يتعلم من هذوك لي فيديو مثلا. دونك فوالا انفيديا غادي في هاد الطريق، وهادشي اللي انونساو في هاد السبيتش اللي كان في هاد الكونفرنس. دونك هاد القضيه ديال الروبوتيك ولا هيومانويد ماشي غير انفيديا اللي مهتمه بها، وسي اوبن اي اي اللي هضرنا عليها في الحلقه اللي فاتت. دونك اوبن اي حتى هما انونساو واحد النوفو بارتناريا مع واحد الشركه سميتها فيجر اي اي. فيجر اي اي مختصين في الهيومانويدز، اجين هيومانويدز هما دوك لي روبو اللي عندهم لا فورم ديال الهيومان. دونك هاد الشركه عندهم واحد الهيومانويد خدامين عليه حتى هو باش خصو باش يعلموه دي طاش من داتا، يعني داتا دريفن ابروش للروبوتيك. دونك شي حاجه اللي مازال ما وصلناش ليها، وكاين واحد السباق عاوتاني قوي في اتجاه شكون الاول غادي يوصل يكون عنده هيومانويد، حيت يمكننا نتخيلوا بلي لو مارشي غادي يكون كبير بزاف الا كان عنده واحد هيومانويد اللي فريمون كيتعلم لي طاش بواحد الدقه كبيره، يمكن لك تبيعوا اللي عندهم لي زوزين ايتترا. دونك فوالا كاين مارشي كبير بزاف، دونك كلشي كيتسابق باش يوصل ليه. اوبن اي اي حتى هما داروا يدهم في هادشي، وداروا بارتنريا مع فيجر اي اي باش يقادوا حتى هما الهيومانويد ديالهم. Alors next news اللي عندنا هي ديال واحد software engineer اللي هو AI سميتو Divine. دونك هاد Divine اللي دار شو cognition AI واحد لابوراتوار ديال الانتيجنس ارتيفيسيال،
قال لك سيدي حنا ما غنديرو سوفتوير انجينير ا زيرو، دونك يدير كاع لي طاش ديال سوفتوير انجينير، وهو سي ان اجون في تي اي ا باز ديال ال ال ام، يعني ا باز ديال لانجويج موديل، كتعطيه لا طاش ديالو ولا كتوصف ليه شنو لو بروجي اللي خصو يدير، وهو كيديرو. دونك كيدير البلان ديال شنو خصو يدير، منين غيجيب لي دوني كيدير الديزاين ديال السوليسيون ديالو، الكود كيفاش خصو يكتبو، الا كاين دي اي بي اي اللي خصو يتعامل معاهم، وكي كي 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 قسم هذاك لو بروجي لدي طاش صغار، وكي كيعطيك هذاك البلانين ديال لي طاش اللي داك التقسيم اللي دار، وكيمشي كيابليكيهم، كيدير لا طاش الاولى الثانيه، هو غادي حتى كيسالي البروجي ديالو. دونك بحال الا ما بقيناش باغين، ما بقيناش محتاجين سوفتوير انجينيرز، غنجيبو هاد السي دي فاين اللي هو ال ال ام، وغنوصفو ليه البروجي اللي خصو يدير، نقول له مثلا بغيناك دير لنا واحد الموديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال، كيدير لنا مثلا البريديكسيون ديال لا ميتيو، و تقدر تجيب داتا من هنا مثلا، نعطيوه السيت ديال الاجونس مثلا ديال الوطنيه ديال الارصاد الجويه وداك الشيء، ويمشي هو للسيت ويهضر مع الاي بي اي، تيليشارجي لي دوني، يدير الكود ديال الموديل ديالو، يدير سكريبت دونترينمون، يلونسي سكريبت، يانستالي لي نبغي لي خاصين انفيرونمون داك الشيء. المهم قال لك سيدي السوفتوير انجينير قادر يدير هادشي. المهم شفنا حنا الديمو كانت فيري امبرسيف، يعني كانت مبهره الصراحه كيفاش ان داك لاجون اللي هو سيتون انتيليجنس ارتيفيسيال قادر انه يدير دي طاش شويه معقدين ديال كومين ديال السوفتوير انجينير، لانه كيحاول يلقى سوليوشن لواحد البروبليم. اكثر من هذا فلا ديمو ما كانش فيها غير دي يوز كيس اللي هما جابوهم، كانوا دي يوز كيس غيال. منين جابوهم دي سيت ديال فريلانس، دونك فريلانس هما لي سيت اللي فين الناس اللي عندهم دي ميسيون، ولا كي بروبوزيو دي ميسيون ولا دي بروجي، وكيخلصوا يعني لي فريلانسور كيتسماو اللي كيخدموا ماشي بان كونطرا دو طرافاي، مي كيخدموا بار ميسيون. كتدخل انت للسيت ويب عندك اون كومبيتونس مثلا كتعرف تكودي في جافا، لقيتي شي واحد كيطلب واحد الميسيون ديال ان تي كود بالجافا، كدير ليه الميسيون ديالو كتخلص فيها كدي. دونك هاد السيت ابورك سميتو ديال فريلانس، باي ذا واي هذه معلومه للناس اللي عندهم دي كومبيتونس فهادشي ديال البروغراماسيون، ولا كل ما عنده علاقه بالاي تي نوطامون لا ديش ارتيفيسيال ايتترا، فابورك واحد السيت فين تقدروا تخدموا وتلقاو دي ميسيون وتخلصوا فيهم بيان سور الى لو كليون كان ساتيسفي على الخدمه ديالكم. المهم باش نرجعوا للموضوع ديالنا، هاد السوفت الاي اي سوفتوير انجينير اللي داروا كوغنيشن اي اي كيدخل، فكيدخل لابورك، هما خداو دي ميسيون من ابورك بلي ديسكريبسيون اللي كاينين في ابورك ايتترا، وعطاوهم ليه وهو حل هاد لي ميسيون وتعطاو لي سوليوشن للناس وتفاليداو. دونك فوالا، دونك قادر انه يحل دي بروبليم ديال سوفتوير انجينير اللي هما غير ماشي غير دي يوز كيس يعني توي، يعني غير دي سيمولاسيون ولا اللي داروهم لي ديفلوبر ديالو، نو خداو دي فري بروبليم اللي يقدر هو يسولفهم. دونك فوالا هادشي تري تري امبرسيونون، غنشوفو واش حيت هاد لي ديمو يعني apprendre with a grain of salt كما كيقولوا، يعني apprendre avec des pincettes، ماشي ديما كيكونوا 100% صح. بحال نوطامون هاد القضيه وقعت مع جيميني، كانت الديمو ديالو لقاو فيها شويه المونتاج، دونك داكشي ما كانش ترونسبارون 100%. دونك بالنسبه لديفاين ما عرفناش، نتسناو حتى يخرج يكون اون اكسي بالنسبه لكل شيء ونجربوه ونشوفوا واش هادشي بصح ولا لا. ما الا كان بصح راه it's very impressive. الوغ نيكست نيوز عندنا، غندوزو لجوجل. دونك فوالا ما قلتهاش في الاول، مي فينالمون كنلقى راسي غادي اونتربريز باغ اونتربريز، باسكو هادشي اللي عطا الله راه كلشي غادي كيتسابق. حنا غادي نشوفو هادشي فين غيوصل. دونك جوجل اوسي تا هما دايرين ديهم بيان سيغ، ونوطامون ديب مايند. دونك ديب مايند الناس اللي ما كيعرفوش ديب مايند هي واحد اللي كانت ستارت اب قبل ما تولي ديال جوجل 2014 جوبونس فين دارت، كان عندهم واحد البريك ثرو في 2016 ديال جيم اوف جو. دونك جو هو واحد اللعبه بحال تشيس، وديب مايند كان دار واحد الانتيليجنس ارتيفيسيال على باز ديال رينفورسمنت ليرنينغ، اللي حتى هو نجيب نهضر عليه اون اوتر اون اوتر ايبيزود. باز ديال رينفورسمنت ليرنينغ اللي ربح بطل العالم في الجو، بحال قلتي بطل العالم في الشطرنج، بطل الجو هو اكثر تعقيدا من الشطرنج من تشيس. وهما داروا ديك داروا واحد الاي اي اللي قدرات انها تربح بطل العالم، وكان دارت البوم في ديك الوقيته. جوجل من بعد شرات ديب مايند، ولات دابا ديب مايند جوجل، ولات اونسانيا جوجل. دونك هي اون فادير لونتيتي ديال جوجل كدير بزاف ديال لا ريشيرش في الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك شنو انونساو لينا ديب مايند؟ انونساو سيما، دونك السميه ديالو سيما اس اي ام ا، واحد الفيديو جيمز جينيراليست ايجنت. دونك هذا واحد لاجون اللي كيلعب فيديو جيمز،
وجينيراليست يعني ما كيلعبش فيديو جيم واحد، كيلعب بزاف ديال الفيديو جيمز، ولا قادر يدير دي طاش بزاف ديال الفيديو جيمز. اجين فاونديشنال موديل كيف ما هضرنا قبيله، فاونديشنال موديل هو ماشي مختص في حاجه واحده، مي كيحاول يتعلم كاع لي زيشونتيون اللي جايين من واحد الموداليتي. دونك هنا كنهضروا على فيديو جيمز، هذا واحد الفاونديشنال موديل ديال فيديو جيمز، وشنو كيفاش كيدير يسولفي هذوك التاسك، ولا شنو هو لا فورم ديال هذا انه كيلعب فيديو جيمز. هي كيعطيوه فيديو والتكست، التكست اللي كيوصف شنو هي الانستركشن اللي خصو يدير. مثلا في كول اوف ديوتي اللي كنتو كتعرفوا كول اوف ديوتي واحد الجو ديال الحرب، نقدروا نطلبوا منه انه يبدل مثلا السلاح ولا يحط واحد لا بومب في واحد البلاصه ايتترا. دونك هو مع الفيديو ومع الانستركشن تكست اللي كتجي كيمشي كيدير هذيك لاطاش. فوالا، وهذا الشيء ابليكابل بزاف ديال اللعاب، مثلا نومان سكاي، فالهيم، جوت سيميليتور. انا ماشي جيمر بزاف، ما كنلعبش بزاف، مي الناس اللي عندهم مع الجيمين غيكونوا عارفوا شي حدين من هاد الالعاب. دونك فوالا اجين واحد هاد لاجون اللي انونساو تري تري امبرسيونون و تري ابريسي دابا في لا كوميونيتي، باسكو شي حاجه ما كانتش عندنا قبل، ان دي فيديو جيم اللي هما اون جينيرال صعاب شويه، سورتو من الفيديو، مش غير من الفيديو، ماشي حتى من الاي بي اي. هادشي مثلا لي جو فيديو كتكون عندهم واحد الاي بي اي ولا واحد الابليكيشن بروغرامين انترفيس اللي تقدر تعرف منها شنو هما لي ريغل دو جو. دونك هاد لاجون هذا ما كيعرفش لي ريغل دو جو، راه غير من لي فيديو والتكست المرافق للي فيديو اللي هو كيعطيك الانستركشن خصك دير. مثلا في ماينكرافت مثلا خصك تمشي تهز الخشب، تهز البوا ولا تهز الحجر ايتترا. دونك كيكون عندك فيديو ديال هذاك لو كاركتر كيمشي كيأكومبلي داك لاطاش، ومعه لو تكست المرافق اللي هو الانستركشن. والموديل كيتونطرين على هذا الشيء في بزاف ديال اللعاب او ميم طون. دونك فاونديشنال موديل كيف ما قلنا، ومن بعد كيولي كابابل انه يلعب في لي سيناريو جداد ودي فيديو جداد. بيان سور هادشي اف دي طاش اللي هما سامبل في هاد لي فيديو جيمز، ما كيعنيش بانه راه قادر يجيب الفينال لهاد اللعاب ولا مازال بعاد حنا على هاد الشيء، مي هادي واحد البا تري امبورطون في هاد التيل. اون اوتر انونس ديال ديب مايند، هادي تعجب الناس ديال الفوت اللي عندهم مع الكره، واحد الموديل سميتو تاكتيك اي اي. دونك جابوا واحد الاي اي اسيستون اللي كيعطيك الاناليز ديال لي كورنير. دونك كورنير جاي فين خصو يتبلاصه اللاعب، شنو هو التاكتيك ديال الكورنير، كل واحد لو رول ديالو ايتترا. دونك اي اي اللي كدير على فوا بريديكتيف وعلى فوا جينيريتيف. بريديكتيف يعني كتحاول تبريديكتي الموفمون ديال اللعابه فين غيمشيو باش تقدر تعطيك شنو هو البلاسمون اوبتيمال ديال اللعابه ديال الفرقه ديالك مثلا. وجينيريتيف يعني كتقدر جينيري دي سيناريو ولا جينيري دي سيمولاسيون ديال كورنير باش تقدر دير بهم الاناليز ايتترا مع الفرقه ديالك. بيان سور هادشي ديفلوبا فواحد الفرقه ديال الكره اللي هي ليفربول، الناس اللي يهز عليهم بريمير ليغ. دونك فوالا ليفربول داروا بارتنريا مع ديب مايند باش يقادوا هاد الاسيستون اي اي ديال لي كوتش. دونك المدربين يقدروا يخدموه باش يديروا الاناليز ديال الكورنر. دونك فوالا الناس اللي عندهم مع الفوت يمكن لهم تشيكو تاكتيك اي اي باي ديب مايند، شي حاجه تري امبرسيونونت اوسي. دونك لا بروشين نيوز اللي عندنا غادي نهضروا عندها علاقه مع ايلون ماسك. دونك ايلون ماسك الانتربرونور المعروف اللي عنده بزاف ديال الشركات، نوطامون تيسلا، سبيس اكس، اكس اللي شحال هذه كان سميتو تويتر، ريزو سوسيال. عنده اوسي واحد الشركه سميتها نورالينك. هاد نورالينك الهدف منها هو نديسيفريو ولا نديشيفريو لي سينيو الكتريك اللي كيدورو في الدماغ ديال الانسان اترافير دي زيلكترود. يعني مثلا حنا ملي كنفكروا في شي حاجه، يعني كنشوفوا التصويره ولا كنسمعوا موسيقى ولا كنفكروا كنلعبوا مثلا الشطرنج، كنكونوا كنفكروا كنديروا الاناليز، فكاينين دي سينيو الكتريك كيدوزوا ما بين لي نورون. دونك هاد النوراليك شنو كيديروا، كيجدوا دي زيلكترود اللي هما دي كابتور اونت غيمي ديال دوك لي سينيو الكتريك، كيخشيو وسط الدماغ وسط بين لي نورون لي سينابس ايتترا، وكيكابتوريو هذاك لو سينيال الكتريك، كيخرجوه كيرسموه، كيولي عندك واحد ان سينيال، واحد السيري تمبوريل اللي كتشوف فيها كيفاش كتبدل لانتونسيتي ديال لو شون الكتريك ولا في واحد لو نورون مثلا. وهذه شنو هي لاكتيفيتي ديال الدماغ، كتعبر على ديك لاكتيفيتي اللي كنتي كتعمل. مثلا الا كنتي كتفكر في واحد
المشكل ولا كتحاول تسولفي واحد البروبليم ديال المات، راه دوك لي سينيو الكتريك كيكون عندهم واحد لو فورما، الا كنتي كتسمع الموسيقى عندهم فورما واحد اخر، الا كنتي كتلعب الجيتار عندهم فورما واحد اخر، ايتترا ايتترا. دوك نقدروا من اترافير هذوك لي سينيو الكتريك نقراو شنو في الدماغ ديال ديك الانسان اونتر غيمي كاريكاتوريزي، ولكن هذه هي الفكره ديال نورالينك. ومشاو بعيد في هذا الشيء، كاين بزاف ديال الاستاي داروهم في الاول كانوا على دي سانج، ودابا داروا تحت على لي زومون. واخر اكسبيريونس داروها هي واحد السيد اللي كونترولا لو جو دي شيك، دونك لعب الشطرنج غير من دوك لي سينيو ديال الدماغ ديالو. هذا واحد السيد اللي هو باراليزي، يعني ما كيتحركش ما كيهضرش ايتترا، ما عندوش اون فاصون دو سيكسبريمي. وهما داروا دوك لي زيليكترود في الدماغ ديالو، واتخافي داك لو سينيال اللي داز في لي نورون، ولا داك لو سينيال اللي هما خرجوه ولا اكستراكتاو من الدماغ ديالو، قدروا يعرفوا شنو لي موفمون الشطرنج اللي هو كان كيفكر فيهم. وبالتالي هاد السيد قدر يلعب واحد البارتي ديال الشطرنج غير اتخافي التفكير ديالو بهاد لا تكنولوجي ديال نورالينك. دونك تري تري امبرسيونون، شي حاجه كاين لي الى تاندستريالزات غادي تبدل بزاف، سورتو في الحياه ديال الناس اللي عندهم مشاكل صحيه باراليزي مثلا، ولا ما كيقدرش اكسبريماو كوريكتومون. دونك فوالا، ابري اونكور اون فوا هادي كانت غير ديمو، ما كنعرفوش الحيتيات ديال الديمو، واش بصح هذاك الشيء ما كاين حتى شي مونتاج، واش ما كاينش هادشي خدام مره وما كيخدمش 10 ايتترا. واوسي واحد الحاجه مهمه هي ان نورالينك مازال ما بوبليو، يعني ما لونساش، ما داروش شي ارتيكل سيانتيفيك صيفطوه لشي دوريه علميه ولا شي كونفرنس ولا ان جورنال ايتترا، مازال ما نشروا حتى شي حاجه على الابحاث ديالو. مازال داك الشيء غير اوسان ديال لونتربريز، كيديروا دي كومونيكي دي بلوغ ايتترا في السيت ديالهم في لا بريس، مي مازال ما كاينش واحد الابحاث علميه بير ريفيو، يعني اللي فيريفيوها البيرز ولا العلماء الاخرين وتاكدوا من الصحه ديالها. دونك هادشي كامل ابروندر افيك دي بانسيت اونكور اون فوا. دونك اون فا فينير مع واحد النيوز شويه مضحكه ديال واحد البلاد سميتها انغيلا. هاد انغيلا هي واحد المستوطنه بريطانيه كاينه في بحر الكاريب حدا بورتوريكو، ولا شي مهم في امريكا سنترال في الكاريب، في بحر الكاريب. هاد انغيلا كتعرفوا مثلا في دوك لي نون دومين كاينه الكونتري كودز، كل كونتري كل بلاد عندها لو كود ديالها في لي نون دومين. مثلا في المغرب الا كان شي سيت مغربي .ma، دونك هاد .ma ديال المغرب، كل بلاد عندها ديالها .fr في فرنسا .es في اسبانيا ايتترا. دابا في شي لا دارت انترنيت كانت دارت هاد التفريقه هادي، كل واحد خدا، كل بلاد خدات الكونتري كود ديالها. دابا في نظرك واش شنو هو الكونتري كود ديال انغيلا اللي طلع لهم جاك بوت؟ الكونتري كود ديالهم هو .ai. دونك فوالا .ai، ودابا عندنا حنا الاي اي. كاين واحد ترند ديال ان لي زونتربريز ولا ستارت اب اللي خدامين في هذا العالم ديال الاي اي كيبغيو يديروا لو نون دومين ديالهم يكون .ai، الوغ كو .ai هي ديال انغيلا. شنو كيعني ديال انغيلا؟ كيعني ان فيما كيتشرى ولا كيتباع ولا فيما كتكون شي ترانزاكسيون ديال شي نون دومين لي .ai كياخذوا هما اون كوميسيون على هذيك، يعني ان بورسونتاج ديال الثمن ديال ديك لا ترانزاكسيون. دابا خصنا نعرفوا هو ان انغيلا فيها 16000 ابيتون، دونك هما قلال ما فيهمش بزاف. ودوكو هذوك لي ترانزاكسيون، بما ان دوت اي اي دابا ولا شي حاجه كلشي باغيا، مثلا اخر مثال هو ستابيليتي بوان اي اي. دونك ستابيليتي هي الشركه اللي عندها ستيبل ديفيوجن موديل ديال جينيريتيف اي اي ديال ايماجز، دونك تكست تو ايماج اللي كان مشهور بزاف واحد الوقيته. هادو عندهم ستابيليتي دوت اي اي، دونك شراو هذاك النون دومين، وانغيلا خدات واحد البورسنتاج من ديك الترانزاكسيون باش هما شراو النون دومين دوت اي اي. شحال ديال الفلوس دخلوا في عام؟ العام اللي فات مثلا 2023 انغيلا دخلت 32 مليون دولار من هاد لي ترانزاكسيون ديال لي نون دومين دوت اي اي. الوغ كو هاد البلاد فيها بلاد هي جزيره ومستوطنه بريطانيه وفيها 16000 ابيتون، وهاد 32 مليون دولار راه كتشكل 10% ديال الجي دي بي ديالهم، ديال الناتج الداخلي الخام ديال هاد الكونتري سميتو انغيلا. وفوالا، دونك بحال جاب لهم الله ولا كينزلوا عليهم فلوس من حيث لا يحتسبون. ودابا ولاو كيخدموا هاد الفلوس باش يقدوا المطارات، يقدوا الانفراستركتور، باسكو هما دوله فقيره وكاينه بزاف ديال لي كاتاستروف ناتشورال في ديك البلاصه. دونك يلاه ضرب عندهم واحد الاحصار يمكن ماشي كلكو زاني دابا،
دونك فوالا جاو هاد الفلوس من عند الله، جات الاي اي، جات الثوره ديال الاي اي، وانجيلا تنعشات مع النوم دومين دوت اي اي، ودابا كيقادوا الانفراستركتور ديالهم حتى. Alors c'était tout pour les news. En fait voilà, كيف ما شفتوا البروغرام ديالنا شارجي بزاف بزاف الحوايج كيوقعوا، كنحاولوا نخليكم ابديتد بالاشياء المهمه اللي وقعات. On va finir encore une fois par une chronique, petite chronique. كاين واحد لو ديبا دابا داير بزاف تويتر وما بين لي ديفيرون بارتي برونونت ديال الاي اي. لو ديبا هذا المهم نخصوه في واحد جوج ديال الاراء. الراي الاول كيقول لك بلي لي موديل ديال الاي اي اللي هما قويين بزاف، بحال مثلا نقولوا جي بي تي 4، فاش يلا خرج لينا جي بي تي 4 راه موديل كيدير شي حوايج اللي ما عمرهم هذوك لي موديل ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال قبل منه ما كانوا قادرين يديرهم. دونك هذا موديل قوي، ما خصوش يتوبن سورس، يعني لو كود ديالو ما خصوش الانسان العادي ولا اي واحد يكون قادر انه يدير شي حاجه بحال جي بي تي 4، يكون قادر يعاود يديرها هو. تيبيكمون كاين واحد السيت سميتو فينود كوسلا، دونك هذا واحد من الفينتشر كابيتاليست، دونك الناس اللي عندهم فلوس وكينفيستيو في لي ستارت اب ايتترا. دونك قال واحد السؤال، قال وود يو اوبن سورس ذا مانهاتن بروجكت. دونك دار انالوجي ما بين جي بي تي 4 ولا هاد لي موديل الاي اي اللي هما قويين بزاف والمانهاتن بروجكت. كما كنعرفوا المانهاتن بروجكت، الناس اللي تفرجوا الفيلم ديال اوبنهايمر، مانهاتن بروجكت هو البروجي اللي دارتو ميريكان باش تصنع قنبله نووي. وقال لك واش حنا غنوبن سورسيو القنبله النوويه؟ كيبغي يقول زعما باللي الا كانت عندنا واحد السلاح اللي هو قوي ولا غير واحد لا تكنولوجي اللي قويه بزاف، اللي هنا كنرمزوا بها لواحد الانتيليجنس ارتيفيسيال قويه بحال جي بي تي 4 ولا لي موديل اللي غيبانوا من هنا لقدام، واش غنعطيو لكلشي اكسيليا؟ حيتاش سا بو ات تري تري دونجو، تيقدر يكون خطير، ماشي كلشي غادي يخدمها بور دي ريزون اللي هما مزيانين بور لو بيان de l'humanité, mais qui ne pas les cadres de travail, leur bien personnel, etc. Donc voilà, ma message open source. Ou qui est le rai le mouakis, li qui dit que qui fma ديك القبول النووية ما خصهاش تبقى حكر على واحد القوة عظمى باش ما تكونش عندها تقدر تخدمها وقت ما بغات، خاص كلشي يكون عنده باش حتى واحد ما زعيم يخدمها. دونك هذه هي الفكره ديالهم، هي ان اي 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 كيف ما بغات تكون خاص اوبن سورس وكلشي يكون عنده اكسيليا، باش ما تكونش القوه في يد واحد اونتيتي وحده ولا شركه وحده ولا شكون ما كان هذاك اللي دار ديك الانتيليجنس ارتيفيسيال، يكون هو بوحدو اللي عنده هذيك القوه ولا عنده هذيك لاكسي لديك لا تكنولوجي اللي قويه بزاف. خاصنا نعمموا لاكسي لهاد لا تكنولوجي بزاف ديال الناس باش يكون توازن وما تكونش موازين القوى مختله وكاينه فقط في كفه واحده. دونك هادو جوج الاراء متضادين وكاين عندي با كبير على هاد القضيه هادي في لا كوميونيتي، واش نوبن سورسي وكلشي وبحال هكا غادي نيكيليبريو لاكسي للتكنولوجي اللي تقدر تكون تري تري بويسونت هي الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي عندنا اليوم اللي غنوصلوا ليها غدا، ولا هاد الانتيجنس ارتيفيسيال خصها تبقى حكر على واحد الناس اللي هما غيقننوا ديك ليتيليزاسيون ديالنا ديالها، وحنا خصنا نثقوا فيهم بانهم واخا هما اللي عند بوحدهم عندهم اكسي ديك التكنولوجي فغيفكروا في لو بيان دو لومانيتي وما يديروش داك الشيء كيس لكم. دونك فوالا هادو جوج اراء متضادين، نتمنى نعرفوا الراي ديالكم حتى نتوما، تفكروا في هاد القضيه نتوما مع اين فرقه من هادو، واش تبغيو اوبن سورسي وكلشي ولا تبغيو ان هادشي يبقى مخبع ولا مقنن اونتر كيمي، وحنا نثقوا في هذوك الناس اللي وصلوا للوالا لهاد لا تكنولوجي. دونك فوالا هادي كانت لا كيسيون اوفير دو جور، نتمنى ما نكونش طولنا عليكم بزاف. كان معكم عبد الحكيم بالاشاف، بودكاست الجديد في الاي اي. السلام عليكم.